الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أوراق سجلتها أو كتبتها من تسجيلات تكلم بها بالصوت والصورة الدكتور سعود الذعار المطيري، وفقه الله لما يحبه الله ويرضاه. وحقيقة والله وبالله وتالله ما سمعت، يعني يمكن هناك ردود من بعض الشباب أو رد من الشيخ سالم عليه أو غير، والله أنا ما سمعت، أنا حقيقة ما سمعت. هو يعني سمعت منه بعض المقاطع لأنه انتشر كثير من مقاطع هذا الدكتور بين الناس، وكأنه أصاب كبد الحقيقة. وللأسف الناس إذا كرهوا أحد سبحان الله يريدون أي سقطة من سقطاته، حتى لو كانت من إنسان يعني يدعي العلم، طيب يمسكون بها حتى يتهموا الذي يكرهون. والشيخ سالم كثير الدفاع عن دين الله عز وجل، وكثير ما يدافع. أنا ما أقول أنه نبي، انتبه حتى لا أتهم، لأن هذا شيء معروف طبعا، كل واحد يدافع عن الشيخ سالم يتهم، هذا شيء هذا مقضي منه. لكن هناك لقاء مع الله، كما قال سفيان الثوري الموعد الله، لا تتكلم بشيء ما تعرفه. الدكتور هذا نصب نفسه أنه إيش؟ الرد على الشيخ سالم واتهامات للشيخ سالم ومن هو على أمثاله بأشياء. والله يا أخوان يعني للأسف أنها الناس يعني يستمعون لأمثال هؤلاء، لأن الناس اليوم يحبون إيش؟ يحبون الكلام في الغير، خصوصا الكلام في أمثال الشيخ سالم وغيره. وهكذا الناس على مدى العصور والأزمان، دائما الإنسان الذي يدافع عن دين الله لا بد أن يتهم، لا بد أن يصاب منه. لذلك يأتي أمثال الدكتور وغير هذا الرجل ويتهمون الشيخ، بل أنه يتهم الشيخ من فساق، من فساق، صلاة ما يصلون، ناس زنات إلا من رحم الله، ناس أهل خمور وأهل مجالس وأهل غيبة وأهل نميمة وأهل كبائر، يتهمون الشيخ سالم باتهامات سبحان الله وكأنه إيش. وأنا أقول لهذا الدكتور ولغيره، سلم من لسانك الفساق والفجار، ولم يسلم من لسانك سالم الطويل الذي يدعو إلى الله من أكثر من 30 سنة. هذا إن دل على عدم توفيق الله عز وجل لبعض الناس. أقف حتى لا أتهم على تسجيلات، على بعض، وهي يمكن تسجيلين أو 3 أنا ماني ذاكر، تسجيلات هذا الدكتور في يعني صوت وصورة، يعني حتى لا أتهم أني تقولت عليه. يقول في تسجيل له، يقول أن الشيخ سالم، طبعا ما يقول الشيخ سالم، يقول سالم الطويل، كل ما جاء ذكر الشيخ سالم إلا إذا في هناك تسجيلات ثانية فيها الشيخ أنا ما أعرفها، يقول سالم الطويل. ولما يأتي على بعض مدعين العلم الشيخ فلان يمجد الدكتور فلان، لما يجي على سالم الطويل وعلى من هو على منهجه احتقارا له، طبعا تنقيصا له واحتقارا له. وسبحان الله من العجائب، مرة يتهم بالجهل، ومرة يتهم بالفسق وعالم السلطان، وألفاظ يعني الأدب من هذا الرجل بعيدة سبحان الله. والعلم يعلم الأدب، السلف كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم فيتأدبون، العلم يزيدهم أدب. أما أنك ما أنت مؤدب ولا ألفاظك ألفاظ رجل مؤدب، كيف يأخذ منك العلم؟ وهذا من العجب. ولكن لا عجب في زمن مثل هذا الزمن أن يؤخذ منك الكلام ويترك سالم الطويل وغير سالم الطويل، أو الشيخ سالم الطويل غير الشيخ سالم الطويل من سماع الناس. ولكن هكذا يريد الله كونا سبحانه وتعالى.
يقول في تسجيله أن سالم الطويل فاسق، ويتهمه في تسجيل آخر أنه جاهل. وهذا من العجب، في تسجيل آخر عنده يقول أنه طالب علم، وهنا يقول أنه جاهل. فهذا من إيش؟ من التعارض. الجاهل لا يقابل طالب العلم، ولا طالب العلم يقابل الجاهل. إما أنه يكون جاهل وتستمر في هذا الوصف، وإما أن يكون طالب علم وتستمر في هذا الوصف. ولكن دائما الإنسان الذي الغير صادق مع نفسه يتخبط، لابد أن يسقطه الله سبحانه وتعالى، لابد أن يظهر ذلك على فلتات لسانه وقسمات وجهه، لابد. لأن الإنسان اللي ما عنده طريق واحد طيب وعنده طرق منحرفة، لابد أن ينحرف مع هذه الطرق، فهو يتخبط. يقول منذ متى، بتسجيله، منذ متى الفسقة، سالم الطويل فاسق، سالم الطويل يقول عن سالم الطويل فاسق، يقول عن الشيخ سالم الطويل الذي علم الدين وعلم التوحيد وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث ولا زال يدافع عن دين الله، يقول عنه فاسق. وهناك موعد مع سالم الطويل معك عند الله سبحانه وتعالى. يقول منذ متى الفسق يؤخذ كلامهم في النوازل. ما شاء الله، سالم الطويل ما يؤخذ كلامه لأنك اتهمته بالفسق وتريد أن الناس يأخذون كلامك أنت. ها؟ أنت العدل المستقيم في دينك، أصلا مجرد هذه الألفاظ تتهمك بما اتهمت فيه غيرك. تتهم الشيخ سالم بالفسق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عن الرجل الذي يقول لصاحبه يا كافر، يقول وإلا وحارت على الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا ليس في الكفر فقط، هذا في الفسق، في الفجور. تتهم إنسان بالفسق، إذا لم يكن ذلك ترجع عليك، تحور عليك. وهذا قول أهل العلم، إذا تعرف أقوال أهل العلم في ذلك. ثم يقول، قال السلف إن هذا العلم، طبعا يريد بذلك ابن سيرين أو ابن المبارك، على يعني خلاف من قال هذا القول، إن هذا العلم دين، فأخذوا عمن تعرفون، أو كما قال في اللفظ. الشاهد ممتاز، إن هذا العلم دين، فنأخذ عمن نعرف. من أنت وما أنت؟ إحنا نبي نعرف من أنت، من هو مشايخك، وين درست؟ نبي نعرف مشايخك. تبي تعرف الرجل، اعرف مشايخ الرجل، اعرف درس على من. ثم لا يلزم ذلك أنه درس على عالم من العلماء من أهل السنة أنه يخرج على شاكلة هذا العالم، لأن الدنيا فتن، قد يخرج يتأصل ثم ينحرف، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أقول إن هذا العلم دين، فأخذوا دينكم عمن تعرفون. طيب ممتاز، أخذوا دينكم عمن تعرفون. حنا ما نعرفك، لعل يعرفك من هو على شاكلتك. ولما أقول من هو على شاكلتك، هذا ليس طعن فيك، لأنك أنت قلتها كثير في الشيخ سالم على أمثالك، وغير الفسق وغير الفجور، ما خليت شيء ما تكلمت فيه، عفان الله، عالم السلطان، كلاب السلاطين، والله أنا ما أدري شنو هالأدب هذا اللي أنت عليه، أنا ماني عارف شنو هالأدب اللي أنت عليه. يا أخي يا دكتور، الإنسان إذا يراد أو يريد أن يقبل منه يتأدب حتى يقبل منه. أما الفسقة، الفجار، كلاب السلاطين، يعني حتى خوف من الله عز وجل، سبحان الله، حتى الورع ما يجري على لسانك. أكبر دليل على أن هذا اللسان يحتوي على ما في القلب. من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. مهما قلت في تسجيل آخر تقول أنا ما عندي منهج، يعني مع من من المناهج، حنا نقول حتى لو ما عندك، وسنأتيها بإذن الله تبارك وتعالى. مهما قلت أنك منت مع فلان أو فلان أو التيار فلاني أو التيار فلاني، لسانك يحكم عليك، لسانك يحكم عليك. هكذا أنت حكمت على الشيخ سالم الطويل، حكمت عليه بلسانه، ونحن نحكم عليك بلسانك. أنت أولى
بأن يحكم عليك بلسانك وسقطاتك الكثيرة عفانا الله. الحمد لله أنا شريطين أو ثلاثة أخرجت من عندك سقطات الله تعالى وحده يعلم بها، فما بالك بأشرطتك. لو الإنسان يتتبع كلامك كثير الكلام لا بد أن يقع منه الخطأ. فالإنسان العدل الذي يرجو الله واليوم الآخر لا يأخذ الأخطاء القليلة أمام أو السيئات القليلة أمام الحسنات الكثيرة. لا بد أن يعتذر للغير. أما أنك سالم الطويل، ما خليت شيء بسالم الطويل، ما خليت شيء بالشيخ سالم الطويل. الشاهد يقول إن هذا العلم دين، فأخذوا دينكم عمن تعرفون، أو كما قال ابن سيرين أو ابن مبارك أو هو ما نقله. نعم، نعرف ديننا، نأخذ ديننا عما نعرف. من نعرف؟ الذي إذا تكلم قال الله، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتكلم بالعواطف الجياشة، لا يحرك قلوب الغير بالعواطف، لا دليل لا كتاب لا سنة، بس كلام وهذه بما لا يعرف. وسبحان الله هذه الكلمة كثير ما يذكرها حتى يعني يوهم الناس أنه تراه يتكلم بعلم. طيب أما غير اللي يرد عليهم هذا يهدي بما لا يعرف، يتهم غيره ويمتدح نفسه. طيب طبعا ما يمتدح نفسه مباشرة، ولكن هذا المفهوم. إذا اتهمت غيرك أنت تريد نفسك، تريد رفعة نفسك. وهذه أمور أنا ما دخلت للقلب، لكن هذه أمور تجري على اللسان يظهرها الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الرجل ليس له، طبعا سلم طويل ومن هو على أمثاله، يقول هذا الرجل ليس له هم، انتبهوا كلمة خطيرة، ليس له هم إلا الدفاع عن الحاكم فقط. الله أكبر، هذا همه في الدنيا. الشيخ سالم الطويل عاش في الدنيا بس عشان يدافع عن الحاكم. ماذا ستقول لله عز وجل يوم القيامة؟ أنا أقسم والله يعني أنا أتعجب من جرأة بعض من يدعي العلم، لأنك أنت لو أنك صاحب علم هذا أشد عند الله عز وجل. ونسأل الله أن تلقى الله بجهلك، لأن الإنسان الجاهل إذا لقي الله بجهله أهون عند الله أن يأتي بعلم ويكون العلم عليه يوم القيامة. تقول ما له هم إلا الدفاع عن الحاكم، أين تعليمه؟ أنا من طلابه، أنا من طلاب الشيخ سالم الطويل. أين تعليمه العقيدة؟ طول عمره يعلم العقيدة. من عرفنا الشيخ سالم من 92 يعلم العقيدة، يعلم الفقه، يعلم الأصول، يعلم الحديث، يعلمنا كيف نتكلم، يعلمنا الأخلاق، يعلمنا الأدب. إذا أردنا أن نرد على أحد، ترى أنا ردي هذا والله صار لي سنة ونص تقريبا عنه، لا اتصال ولا مجالسة تقريبا، طبعا على التغريب، ولا سألت أني برد على فلان، ترى لأن هذا شوف كلمتي هذه سألق الله بها، وكلامك هذاك على الشيخ سالم ستلقى الله به. وهناك لقاء مع الله عز وجل، إما أن تكون هذه الكلمة علي عند الله، وإما أن تكون لي عند الله، وأنا أرجوها عند الله، لعلها تأتي شاهد لي وحج لي بين يدي الله عز وجل في مقابل هذه الذنوب الكثيرة التي فعلتها في هذه الدنيا، لعلها تكون حجاب لي من النار. تقول الشيخ سالم الطويل أو سالم الطويل على قولك واستهزائك وتقليلك من شأنه، تقول ليس له هم إلا الدفاع عن الحاكم، ستلقى الله عز وجل في هذا الكلام. علمنا العقيدة، علمنا الفقه، علمنا الحديث، علمنا كيف نتكلم الآن. شوف وأنا أرد عليك، علمنا شلون نتكلم الآن. ثم تأتي تقول ما له هم إلا الدفاع عن الحاكم، وهذه سنأتيها، لن نتركها بإذن الله تبارك وتعالى. يقول من أقواله في التسجيلات، يقول هذا الرجل فسقه ظاهر عفان الله. والله أنا أتعجب، أولا من أين أتيت أن هذا الفسق ظاهر؟ إذا تريد أن فسق الشيخ سالم واتهامك له بالفسق أن ذكر مسألة علمية وأفتى بها، ها أنت تذكر مسائل علمية، مسائل يتكلم بها العلماء، تنزل نفسك منازل العلماء وتتكلم بها، بل يليتك تصيب خطأك أكثر من صوابك. طيب هل هذا دليل على أنك ظاهر الفسق؟
لكن هي الأهواء، عفان الله، هي الأهواء. وستلقى الله مثل ما قلت لك بهذا الكلام. تتهم الشيخ سلم منك الفساق والفجار، سلم منك أهل الطرب وأهل الخمور، ولم يسلم منك سالم الطويل. هناك لقاء مع الله. أول ما خرجت قلت أن الشيخ سالم قال أنك تريد أن تظهر على ظهري، واليوم أنت والله ولا أحنث، بلا حنث أقول أنت تريد ذلك. كثرة كلامك بالشيخ سالم الطويل، شلون الناس تسمع لك هكذا؟ بل أتاني من أثق به وتعرفه، وتعرفه إذا سمعتني راح تعرفه. طيب، أتاني من أثق به أنك تزعل إذا أحد رد عليك حتى لو رد كتابة. طيب، وتغتاظ وتتصل فيهم، وليش رديتوا علي؟ ليش؟ من أنت حتى لا يرد عليك؟ من أنت؟ أنت قاعد ترد على المشايخ والعلماء، من أنت حتى لا يرد عليك؟ بل أتاني خبر أنك كنت في دواوين السلفيين، في دواوين السلفيين الشباب، زين، كنت تقول لهم ليش ما تجيبوني أتكلم؟ هل هذا رجل يريد الله والدار الآخرة؟ ليش ما تجيبوني أتكلم في المجالس؟ الذي يريد الله والدار الآخرة دعوه الناس، دعوه، ما دعوه لا يلتفت. لأن الإنسان اللي يبي الله والدار الآخرة ويرجو الله والدار الآخرة ولا يحب الظهور، لا يقول للناس تعالوا نادوني يا دوانية فلان ودوانية فلان. وهذه حط عليها 10 علامات استفهام. ونسأل الله لنا ولك الهداية. طيب، وأنا على يقين أنك تعرف من أقصد. ولا ليش أخليها على يقين؟ دوانية شيبان، ليش يعني أخليك تفكر عشان ما أتعب تفكيرك؟ دوانية شيبان وغير دوانية شيبان، نسأل الله العافية والسلام، لما كنت معهم في السابق. وهذا حدثني به من أثق في علمه ودينه، والعهد على الراوي. الشيء من تسجيلات هذا الرجل الدكتور هداه الله، يقول يتقرب إلى الحكام ليأخذوا من فتاة هذه الدنيا الفانية. والله بعض الناس يفضح لسانه. طيب، هذا قله لنفسك، لا تقله لغيرك. يعني ما يلزم أنك تتقرب إلى السلطان، ولكن هناك قربات لغير السلطان. يعني ما في إلا السلطان اللي تقرب له، هناك قربات لغير السلطان. خروجك بأشرطة وكلامك وتقربك لغير السلطان دليل على فساد اعتقادك ومنهجك، عفان الله. وهذا يبين ما تفتري على الشيخ سالم وعلى غيره. يطعن في أمانة الناس، هذا الرجل الدكتور يطعن في الأمانة، يفتري افتراء ظاهر، سبحان الله، ما هو باطن، افتراء ظاهر. يطعن في أمانتهم، يطعن في علمية العلماء، ويذكر دكتور أشعري، أشعري صوفي. طيب، لما جاء على اسمه قال الدكتور فلان فلاني، يمجد الدكتور فلان فلاني. طيب، ولما يأتي على سالم الطويل الفاسق الذي ظاهر الفسق، سبحان الله، الحمد لله الذي عفانا. أنا قلت أن هذه الأمور تظهر على فلتات اللسان وقسمات الوجه، لكن سبحان الله بعض الناس يحب أمثال هؤلاء. تعرفون ليش؟ لأنه هو ماشي على هالطريق هذا، فيأتيه واحد يتكلم بالشيخ سالم الطويل يطير يفرح على طول، يحط له هذه معرفة، هذه يسوونها هالشكل اللي باليوتيوب، على طول يحط له ويمدحه ويثني عليه لأنه سب الشيخ سالم الطويل وطعم للشيخ سالم. لما يأتي على هذا الصوفي الأشعري الدكتور فلان فلان، الحمد لله الذي عفانا. يضرب مثل لو أن رجل، طبعا هذه في المقاطعة، يتكلم عن المقاطعة. طيب، مع أن المقاطعة تنازع فيها أهل العلم، يجوز ولا يجوز، هذا قول وهذا قول، لماذا يعني ليش تشنع على القول الآخر؟ ليش أنت كلامك كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كلامك وحي أنزل من الله عز وجل وكلام غيرك خالف هذا الوحي؟ عجيب، سبحان الله. أنا مثل ما قلت هو توفيق من الله وحده. يضرب مثل لو أن رجل يبيع في بقالة، وهذا الرجل صاحب البقالة سب
الوالد، سب والد هذا الرجل، هل يشتري من كلام عاطفي؟ كله كلام عاطفي، ما في كلام شرعي، ما في أدلة شرعية، كلام عاطفي يحدث الناس حتى إيش؟ يحرك هذه العاطفة. أما كلام شرعي، كلام متزن، ما في. ويدعو أو يدعي أنه طالب علم وأن غيره جاهل فاسق، ما عندهم إلا الحكام وإرضاء الحكام، هو الذي ليس عليه غبار، كله كلام عاطفي. إذا كانت هذه المقاطعة، أنا سؤالي لك يا دكتور، إذا كانت هذه المقاطعة، طيب ترى أنا ما بيظهر على ظهرك لأنك أنت أصلا غير معروف، ترى الحمد لله لو نريد أن نظهر ترى أمر أسهل منه، ما في، ما يتصور الأمر، لكن الحمد لله الله عليم بما في القلب وبما في الصدر سبحانه وتعالى. ويكفينا شرفا أننا نعمل بالكتاب ونعمل بالسنة، الناس عرفتنا، الناس معرفة، هذا لا يقدم ولا يؤخر، يعرفك الله، لا تلتفت للناس. لكن هذه مثل ما قلت سابقا، هذه الكلمة أرجو بها الله والدار الآخرة من كثرة هذه الذنوب التي أثقلتني، لعل الله أن يغفر لي بها. تقول أن هيش أن هذه المقاطعة، يا أخوي لا تتكلم بكلام عاطفي، تكلم بكلام شرعي، مو تقول أنك طالب علم وأنك شيخ وأنك قريب أنك تقول عالم، بس ما ودك تقول عالم حتى لا تفضح. طيب قلنا عطنا دليل شرعي، دليل شرعي واضح صحيح صريح أن هذه إيش، إذا أنا اشتريت من المنتوجات الفرنسية أنه حرام علي، يترتب على هذا الحرام حكم، وهو أني إيش عملت المعصية، إذن أنا آثم. نبي دليل شرعي صحيح صريح. تعجز، أنا أقولها، تعجز أنت وأمثالك عن الإتيان بهذا الدليل، لكن أقول لك عاطفة، كل الكلام عاطفة. وترى أنا للعلم فقط، ها، حتى لا تتهمني، أنا من الناس مع القول بالمقاطعة، لكن بالجواز وليس بالتحريم. طيب لكن أنا أبي رأيك أنت، فإذا كانت حرام تحفنا بالدليل، لا تعطيني رايك وعواطف والله دكان يسب ابوي فالنبي اولى، العواطف هذه اتركها، احنا عارفين ان النبي اولى من انفسنا ومن ابنائنا ومن ابائنا ومن كل شيء، اصلا من لم يعتقد ذلك يراجع ايمانه في الله عز وجل، بالله عز وجل. هذه شنشنه نعرفها من اخزم الكلام العاطفي اللي تدخل فيه الى قلوب الناس، هذا ما يمشي في العلم، كلمنا بعلم أو اسكت بحلم. يقول مدح في تسجيل له مباشرة من نعرف منهجه الساقط، منهجه ساقط. طيب وإذا جاء باسم هذا الرجل، منهجه ساقط، وإذا جاء باسمه مدحه ورفع من شأنه، وإذا جاء باسم سالم الطويل مثل ما ذكرت، الشيخ سالم الطويل مثل ما ذكرت، من الاستهزاء والتنقيص، وكأنه يقول ها أنا ذا. طيب وهذا إن دل على سوء خبيئة عنده، طيب على منهج الشيخ سالم الطويل. المسألة هي مسألة سالم الطويل فقط، يمكن بينه وبين سالم الطويل أو الشيخ سالم الطويل شيء حصل إحنا ما نعلمه، طيب فأخذ على الشيخ سالم الطويل وأخذ يحذر ويزبد بكلام باطل اختلط بشيء من الحق حتى تقبله النفوس، لأن النفوس ما تقبل الباطل المحض، النفوس تقبل إيش؟ الباطل الذي فيه شيء من الحق. طيب فيدخل الشيء القليل من الحق بالشيء الكثير من الباطل حتى يستسيغه الناس، مثل ما قلت أن الله فاضحه سبحانه وتعالى. في أحد ردوده يقول أنا لا أعلم حقيقته، طبعا لما سألوه هل هو مباحث الشيخ سالم الطويل ولا مهم مباحث، إيش يقول؟ يقول أنا ما أعلم حقيقته، ما أعلم حقيقته، وإنما أعلم ظاهره. فظاهره طالب علم، عجيب،
شلون ظاهرة طالب علم وأن دائما تقول أنه جاهل؟ هذه تقابل هذه، إما طالب علم وتستمر مثل ما قلت، وإما جاهل وتستمر. ولكن مثل ما قلت الإنسان المتذبذب طيب لا بد أن يسقط، اليوم كذا وبكرة كذا، وهكذا أهل المناهج المنحرفة، وتقول أنا ماني صاحب منهج منحرف، وتدافع عن نفسك وأنا إمام وخطيب ومدرس. والله لو كنت من كنت، العبرة بالوحي، العبرة بما قال الله وقال النبي. ترى هذه المسائل، أنا دكتور وأنا مدرس وأنا إمام، ترى هذه مناصب شرفية دنيوية. العبرة ما قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ستلقى الله مو بشهادتك ولا بإمامتك ولا بتدريسك، راح تلقى الله بما قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اللقاء، لا تفتخر بنفسك. قد تكون أدنى الناس عند الله سبحانه وتعالى مع شرف هذه المناصب التي أن تفتخر بها. تقول فظاهره طالب علم، وهذا دليل على أنك تتخبط. يقول أنا لا أعلم أنه مباحث أو لا. شوف 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 تناقض، ها، ما أعلم أنه مباحث أو لا، ولكن ها شوف تناقض، الأمور تعرف بآثارها. أنت لو تكلم طفل بالشارع ترى يفهم المقاصد. ما أعلم إنما لكن الأمور يعني مباحث، خلاصة اللي تبي توصل له مباحث، لكن والله أنا ما بأجرأ وأتكلم وأقول إنه مباحث طيب حتى لا تمسك علي هذه الكلمة. أنت قلتها، ولكن قلتها إيش؟ بالتفاف قلت ولكن الأمور تعرف بآثارها. هذا أمر واضح، يعرف الجاهل دون العالم. ولكن مثل ما قلت دائما أصحاب المناهج المنحرفة هكذا يفعلون، عافانا الله. ونسأل الله لنا ولك الهداية، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح حتى ننجو. والحمد لله حنا في زمن المهلة، زمن الفرصة في الدنيا. ارجع إلى الله، خاف الله، أمسك لسانك عن الناس. هذا اللسان الذي أورد الناس الموارد، فاسق ظاهر الفسق، ما عنده هم إلا الدفاع عن الحكام. ماذا ستقول لله عز وجل؟ سيسألك الله عن لسانك الذي أطلقته. يقول من أقواله أنا لا أنتسب لجماعة. نقول من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. انتسبت ما انتسبت، قلت أنا مع الإخوان، قلت أنا مع السلفيين، قلت أنا مع التكفيريين، الأمور تعلم بظاهره. مثل ما أنت حكمت على الشيخ سالم بظاهره، حنا نحكم عليك بظاهرك. ظاهرك خارجي، شئت أم أبيت، ظاهرك تريد الحكام، ظاهرك تريد الخروج على الحكام. هذه مقاطعك تشهد، أي واحد يبي حاكمنا ترى مقاطع تشهد، الرجل يريد الحكام بأي صورة شئت قلها. هذا الظهر عندي، شيء ببطنك، شيء ببطنك، شيء بقلبك، هذا ما نعلم. هذا الخفايا عند الله سبحانه وتعالى، الخفايا عند الله سبحانه وتعالى، نحن نحكم على الظاهر. لذلك لما أسامة بن زيد على الكافر الذي قال أشهد أن لا إله الله بالسيف، الظاهر شنو ظهر لأسامة؟ أنه قالها تعوذا، ولكن أسامة ما قبلها فعلاه بالسيف وقتله. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أشققت عن قلبه، كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ لذلك حنا نحكم على الظاهر، وإن ظاهرك لنا هذا أن تريد طيب أن تمشي على ما كان من الخوارج والتكفيرين. ليش زعلان أن الشيخ سالم قال لك تكفير؟ أنا ما أعلم أنه قال لك، لكن ليش زعلان؟ هذا اللي ظهر للشيخ سالم، مثل ما أن اللي ظهر لك عن الشيخ سالم أنه فاسق. يعني أنت يجوز لك أنك تقول هذا القول، والناس ما يجوز لهم أن يقولون هذا القول بما ظهر لهم. عجيب، وهذا إن دل دل على عدم الصدق عند الإنسان. من ألفاظك تقول أنك جلست مع الشيخ سالم طيب، وأنك شفته في بيت التمويل، وأنك جلست عنده متعمدا. طبعا تفتخر بالعلم اللي عندك، طيب الأمر واضح. طيب وأن الشيخ سالم خرس، ما استطاع أن يتكلم بكلمة. الشيخ سالم خرس، ما استطاع أن يتكلم بكلمة. ليش؟ لأنك أنت طالب علم قوي، هذا المفهوم، أنت طالب علم قوي. الشيخ سالم مسكين ما عنده شيء،
لذلك ستغلبه في الحجة. وأقسم بجلال الله غير حانث أن طلاب بعض طلاب الشيخ سالم الطوي لو يجلسون عندك لا يعلمونك من أنت في العلم. أنا ما أتكلم عن سالم الطوي، أنا أعرف سالم الطوي من أكثر من تقريبا 25 سنة أو أكثر. طلابه بعض طلابه طيب لو يجلسون عندك وهم الذين نهلوا منه فما بالك بسالم الطويل، لا يخبرونك من أنت في العلم. هون على نفسك، هون على نفسك، جلست عنده وخرس الله العظيم الواحد ما أدري إيش يقول. ولكن مثل ما قلت هناك موعد مع الله، وإذا شئت ها، وهذا ليس فخرا، فأنا أدنى من الدون في العلم. وإذا قلت وافتخرت تعال أنت ناقشني ترى أنا مستعد، وما عندي أي مسألة في مسائل العلم، اختر ما شئت متخصصك، اختر ما شئت حتى تعرف من طلاب سالم الطويل ومن أنت الذي لا يعرف أصلا. عرفت بكم تسجيل استانسوا عليك الناس، نجلس في ديوانية محايدة طيب، وسألني وسألك، وأنا أدنى طلاب سالم الطويل. خلنا نشوف علمك، خلنا نشوف فخرك وطولة لسانك على غير سنع، عافانا الله من هذا الأمر. دائما يا إخوان سليط اللسان الذي ما عنده أدب طيب يسقط علمه بسوء أدبه، يسقط علمه بسوء أدبه. والحمد لله مثل ما قلت شوفوا ردود الشيخ سالم، إذا كان هناك رد أقسم بجلال الله ما سمعت رد، لكن سمعت ردود للشيخ سالم على كثير ممن رد عليهم الشيخ سالم. طيب شوف ردود الشيخ سالم، اسمعوا ردوده سواء إذا كان في رد عليه أو رد على غيره، اسمعوا ردود الشيخ سالم واسمعوا ردود هذا الرجل حتى تعرفون من المؤدب في الرد ومن الذي عنده سوء أدب. والعلم ما علم هذا إذا كان صاحب علم، وإن شاء الله أنه صاحب علم، إن شاء الله عنده شيء من العلم، لكن سبحان الله قد يكون هذا الشيء من العلم عليه عند الله لا له، والأمر لله سبحانه وتعالى. من الأمور التي يقول أنا ألزمك إلزاما علميا. المسألة سواء أنا اجتمعت معك إذا أردت أنت في دوانية محايدة طيب، وبدون تسجيل حتى لا تقول فخر ما فخر، طيب بدون تسجيل حتى، وإذا تبي تسجيل ما عندي مانع لا ضير. طيب تقول طيب أن إيش أنا ألزمك، أي إلزام علمي؟ أنت كل كلامك عواطف، وين الإلزام العلمي؟ وين الإلزام العلمي؟ عواطف اليهود، الهدنة مع اليهود هذه مداهنة، وتضرب أمثلة من القرآن، مثال من القرآن بالمشرق وأنت بالمغرب. عجيب سبحان الله، دائما النقاش إذا كان يريد الإنسان الله والدار الآخرة، أولا إذا يريد النقاش في مصالح، المصلحة الأولى أن إيش؟ أن الإنسان يريد بذلك مصلحة الخصم حتى يرجع إلى الله عز وجل، قد يتوب إلى الله عز وجل. المصلحة الثانية حتى إيش؟ إذا تبين للناس من هذا يحذرونه. وهذا الأمر من الأمور المهمة التي لا بد أن يعرفها طالب العلم، مو كل واحد يخرج على الشاشات ووسائل الإعلام ويتكلم بالناس يؤخذ منه، هذا دين الله سبحانه وتعالى، وكما قال هو ابتداء إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. الآن نريد أن ننظر عمن نأخذ ديننا، يا صاحب العلم، يا صاحب المنهج السوي والصراط المستقيم. ولكن أنا مثل ما قلت الأدب، أنا وإن تكلمت بلسان، أنا مثل ما سبق وذكرت أنا دون الدني بالعلم، ولكن لما قلت أناقشك حتى تعرف مستواك فقط، حتى تعرف مستواك، لا تقول جلست وخرس كأنك تعلوه في العلم، أنت مسكين والله أنك مسكين، الحمد لله الذي عافانا. تقول كلاب السلاطين، وذلك في التطبيع بين الإمارات مع
إسرائيل، تقول كلاب السلاطين وعلماء السلاطين وتلمز وتضرب. طيب، وهذا دين الخوارج. شنو بين لي الميزة أو الفارق بينك وبين الخوارج، علمنا. هذا دين الخوارج، كل الخوارج، كل من عرفنا منذ أن تعرفنا على الديانة والعلم إلى يومنا هذا، كل واحد منحرف في منهجه سمى أهل السنة والذين يقولون بطاعة السلطان بلا معصية أنهم علماء السلاطين. شنو الشيء الجديد؟ هذا أنت مثل هؤلاء. هذا ديدن الخوارج. قلت وإن أخفيت علينا بدعتك أظهرت لنا إيش؟ أظهرت لنا منهجك بلسانك، لسانك أظهر لنا منهجك، وإن قلت ما قلت. تقول وليس الهم عندهم هؤلاء. شوف الاتهامات، شوف الاتهامات على الجرأة على الله عز وجل. الجرأة، أنا كيف يقابل هذا الإنسان الله عز وجل بهذا اللسان وبهذه النية؟ كيف يقابل الله؟ أنا ما أدري. يقول وليس الهم يعني عند هؤلاء إلا هم الرواتب واللجان، وليس لهم هم الإنكار، أي الإنكار للمنكر. فجعل هم المشايخ واللي يدرسون الناس واللي يأمرون معروف وينهون عن المنكر همهم الدنيا. ماذا يريد؟ يريد أن هؤلاء همهم الدنيا وأنا همي الآخرة. هذا مفهوم الكلام. هؤلاء اللي أنا أعارضهم ترى همهم الدنيا، همهم الراتب، همهم المنصب، همهم اللجان. أما أنا ما همني هذا. إما أنك محروم من هذه اللجان فأنت غضبان لنفسك، وإما أنك جريء على الله سبحانه وتعالى وستلقى الله بهذا اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام حذر معاذ منه، قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم أو وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، ماذا ستقول لله عز وجل؟ يقول بعضهم يتبجح أنه طالب علم أو طالب لابن عثيمين. نعم لي الفخر، يعني أنا أتكلم عن الشيخ سالم، له الفخر أنه طالب ابن عثيمين. هل هذا كذب؟ هل هذا افتراء؟ إذا أنت ما نلت هذا الشرف فهذا عدم توفيق من الله عز وجل، ولعلك درست عند غيره. وليش زعلان أنه طالب ابن عثيمين؟ نعم طالب ابن عثيمين، ومن خاصة طلاب ابن عثيمين، شئت أم أبيت. وهذا لا يقدم ولا يؤخر، ما يلزم أن الإنسان يكون طالب لابن عثيمين لعلها غيرة، يعني أنه توفق للدراسة عند ابن عثيمين رحمه الله. طيب، ما يلزم أن كل إنسان طالب عند ابن عثيمين كلهم منهجهم واحد، ما يلزم ذلك، ما يلزم. يتبجح لأنه ولله الحمد رجل متمسك بالكتاب والسنة، متمسك ويذكر قول أقوال شيخه في كثير من المجالس. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، يقول قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، هل افترى على الشيخ؟ هل كذب على الشيخ؟ ولكن هو الحسد عفانا الله، إلا أن أكون مخطئا. يقول ويتهم من لم يمنع من التطبيع أنه آثر الدنيا على الآخرة، ثم من أقواله كل هذا، من أقواله، من أقوال هذا الذي تأخذون منه، يقول كل هذا حتى يكون عضوا في لجنة إفتاء، أو عضو في بنك، أو عضو في بيت الزكاة، طبعا يعني عضو في هالهيئات هذه. كلام ما فيه رائحة من رائحة الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. جرأة، والله جرأة، يعني على الله، يعني يلقى الله عز وجل فيها إن كان فعلا يرجو الله عز وجل. إن كنت فعلا ترجو الله أمسك لسانك، أمسك لسانك وليسعك بيتك، أمسك لسانك، خاف الله سبحانه وتعالى. كل يوم طالع عنا بشريط، كل يوم طالع عنا بتسجيل، كل يوم طالع عنا بفتوى ونصبت نفسك. يا أخوي افتي، ما في بأس تفتي بعلم، افتي، لكن أمسك لسانك عن الآخرين، اتق الله. وإذا أردت أن تتكلم تكلم بأدب، قدم الأدب على العلم،
ثم تكلم بعلم. يعني أنت لا تكلمت بأدب ولا تكلمت بعلم، يعني نسأل الله العافية. هذه مصيبة الإنسان، لا علم ولا أدب، هذه مصيبة، نسأل الله العافية. كل عواطف، عواطف جياشة، التطبيع مع اليهود، قطع المنتجات الفرنسية، لا لا. طيب وبعدين كلمني بعلم، عطني قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، عطني هذا، عطني قول صحابي. الصحابة أعلم الناس بالتنزيل وأعلم الناس بألفاظ الشريعة، عرب أقحاح يعرفون ألفاظ الشريعة. عطني كلام، لا تأتيني من مخك من رأسك. مثل ما قلت سابقا، من أنت وما أنت، من أنا وما أنا، حتى يأخذ الناس منا. تبي تتكلم في الطهارة تعلمهم الطهارة، تبي تتكلم في الصلاة، تبي تتكلم في مسألة أنت تعرفها شرعية تفيد الناس، تكلم على العين والرأس، جزاك الله خير. أما أنك تتكلم بكل شيء، هذا دليل على عدم الورع، عافانا الله. يقول من أقواله: وهل من منهج السلف السكوت على الباطل؟ هل من منهج السلف أن تدافع عن الباطل، انتبهوا ها، عن الباطل الذي يكون عند الحكام وغير الحكام؟ الجواب على ذلك: إما أنه يجهل منهج السلف في المعاملة مع الحكام، وإما أنه يكذب ليروج على الجهال هذا الكلام. متى سالم الطويل أو الشيخ سالم الطويل دافع عن الحاكم على باطله؟ يعني الحاكم فعل فعل منكر كبيرة، طيب، وجلس الشيخ سالم دافع عن هذه الكبيرة لأجل هذا الحاكم، ائتنا بها، ننتظر الجواب. إما أن تقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه، وإما أن تقول أنا إيش أفتري، وإما أن تأتينا بهذا الذي قلت. قلت لك كلامك كثير وسقطاتك كثيرة، اللي كلامه كثير سقطاته كثيرة، وسيؤخذ عليه في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. الرجل هذا أو الدكتور، لو سمعنا مقاطعه، كل ما جاء طاري ولي الأمر، سواء ولي الأمر في الكويت أو في غير الكويت، هو عنده حساسية من هذه المسألة، ولي الأمر يرعد ويزبد ويتوعد ويتهم و و و و خلاص ولي الأمر، أعوذ بالله ولي الأمر معاذ الله، عنده ولي الأمر شيطان من شياطين التي إيش التي خلقه الله في الأرض، عنده ولاة الأمر هكذا، ما عنده ولي. لذلك أبيكم تسألون سؤال: من ولي أمرك؟ وإذا جاء أجاب أن ولي أمر الشرعي، الآن حنا نتكلم في زمن الشيخ نواف حفظه الله على طاعتي وطال الله عمره على طاعتي، انتبه على طاعته، ها، لا تقول شو يدعي له، احنا ما ندعو لأحد إلا على الطاعة، وما ندعو لأحد بالبقاء إلا على الطاعة، ولله الحمد والمنة. أطال الله في عمره على طاعته وأبقاه الله عز وجل ذخرا للمسلمين على طاعته. اسألوه من ولي أمر الشرعي، إذا ما جاوبكم جواب صريح مثل جواب بعض الذين قال أنا ما عندي ولي أمر، لما سئل عن صباح، عن الشيخ صباح الأحمد، قال لا، ولا الشيخ صباح الأحمد ولي أمري. ولما أخذ من قبل القانون تراجع. أنا سؤالي من ولي أمرك؟ ممكن تسمعنا، يعني تفرحنا بسماع هذا الجواب؟ من ولي أمرك الشرعي؟ أنت في الكويت الآن، اسمعنا حتى تعرفون من هذا الرجل. إما أن يلف ويدور، يلف 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 ويدور حتى إيش لا يأتي بالجواب مباشرة، وإما أنه سيجيب مثل جواب الذين هم على شاكلته. عطنا ولي أمرك، أنت مو تقول أنا ما عندي منهج، أنا مو منهجي منهج الخوارج، أنا مو تكفيري، عطني ولي أمرك، عطني ولي أمرك. النصوص كثيرة وصريحة في الطاعة لولي الأمر. وليش الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن طاعة ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن طاعة ولي الأمر، ليش ما يعلم أنه سيأتي هذا العصر
وفيه ظلمة من ولاة الأمر، من ولاة الأمر ما يعلم؟ يعلم أكيد، لأن الله علمه سبحانه وتعالى علمه كامل من كل وجه، لم يكن يجهل ولا يتخلل علم الله جهل، ولا يلحق بجهل. علم الله عز وجل علم كامل من كل وجه، هو العليم الذي لا يجهل سبحانه وتعالى. الله يعلم أنه سيأتي زمن سعود إذعار وطارق طه الكعبي وسالم الطويل وفلان وفلان، ترى يعلم الله عز وجل، ويعلم أنه سيأتي زمن الشيخ صباح، الشيخ نواف، شيوخنا، شيوخ الإمارات، شيوخ أمريكا أو رؤساء أمريكا، الله يعلم سبحانه وتعالى. مع ذلك الوحي الذي أنزله الله، إن كنت لا تعلم، وإن كنت تعلم وتريد أن تخفي هذا الحق، ولكن نريد أن نخبره لغيرهم أن دين الله الوحي الكتاب والسنة يعمل بهم عقيدة وعملا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، ليس لعصر دون عصر وزمان دون زمان. خلاص، لما يأتيك النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اسمع وأطع، فهذا ما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه أنه كان الحاكم، يقول حتى فيما بعد. ولم يقل النبي اسمع وأطع لمن أطاع فقط، عطني دليل، جيب لي دليل اسمع وأطع لمن أطاع فقط، لا تقل لي إنما الطاعة بالمعروف، هذه ما فيها أنك إيش، أنك تخرج على ولاة الأمر. أين قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أين قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن مصيبة، مع أن هذه الأحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، في بعضها في أحدهما وفي بعضها في السنن وهي صحيحة، لكن أنت بتصل للحاكم، أنت تريد أن تصل للحاكم، تريد أن تصل لجمهور اللي على مثالك حتى يصل للحاكم. اتهام، كل واحد طبع فاسق ضال كافر، بل أنك اتهمت بالكفر، الآن أتيها، اتهمت باللي طبع بالكفر وضربت المثال على ذلك. لكن إيش نقول للإنسان؟ نسأل الله أن يعاملك بجهلك، والله أن يعاملك بعلم، والله أنك على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلام، إلا أن يشاء أن يغفر لك الله. يقول وقد ضرب مثل مع التطبيع مع اليهود من كتاب الله عز وجل، أن المنافق أخ لليهودي، وأنزل الآية على ذلك. طيب، فأراد بذلك أن من قبل بالتطبيع منافق، من قبل بالتطبيع من المسلمين وعلى رأسهم حكام الإمارات، يريد، طيب، لأنه قاعد يتكلم عن حكام الإمارات، أن من قبل بالتطبيع من المسلمين ومن وافقهم على هذا، طيب، منافق وهو أخ لليهود. أنا بالحكم خلاصة شنو؟ اليهودي كافر، طيب، والمنافق كافر، لأنك ضربت آية، ضربت مثل في هذه الآية وأنزلتها على هذا الواقع. طيب، إذن المنافق هذا كافر، إذن نصل نتيجة، حكام الإمارات كفار، من وافق حكام الإمارات كفار. جهل، جهل مطبق، عفان الله، والله العظيم جهل مطبق، جهل مركب، جاهل ولا يعلم أنه جاهل، هذا الجهل المركب، عفان الله. وأنا قلت والله متهم، احمد الله سبحانه وتعالى، قل يا رب أن يحشرك جاهلا ولا يحشرك عالما بهذه العقيدة وهذا المنهج. وتقول أنا ماني تكفيري، أنا تكفيري؟ لا، من تكفيري، لا، كل هذا الكلام من تكفيري. يقول والحمد لله الناس عرفوا من هم العلماء الذين يؤخذ الدين عنهم ومن هم علماء السلاطين. دندنة علماء السلاطين، علماء السلاطين، كلاب السلاطين، علماء السلاطين، كل واحد خالفه، علماء السلطان، كلب السلطان، يريد الدنيا لا يريد الآخرة، آخرتها هو معالم السلطان، هو الذي يريد الآخرة وغيره يريد الدنيا، هذه الخلاصة. سؤال، يا ليتك تسمي لنا حتى نعرف منهجك، مو تقول أنا ما عندي منهج، ماني مع هؤلاء، نبي نعرف منهجك.
نريد أن نسمع ونريد جواب على هذا ونتمنى أن نجد الجواب. طيب سمي لنا أسماء العلماء الذين يؤخذ عنهم أسماء، ها، وسآتيك بهذه الأسماء إن تجاوزت. طيب إلى ابن باز، انتبه، ها، أنا حذرك من الحين، إلى ابن عثيمين، إلى الفوزان، هؤلاء الثلاثة. طيب إذا تجاوزت عليهم سآتيك من كلامهم، من كلامهم بضد ما تقول. لكن حنا نبي أسماء، حتى لو تجيب بن باز بن عثيمين اسند، لا تقول بن باز بن عثيمين، الكلام المطلق هذا ما يمشي معنا، الجواب المطلق ما يمشي معنا. قل بن باز قال في كذا وكذا وعلمنا وين قاله، ابن عثيمين قال في كذا وكذا علمنا وين قاله، الفوزان قال في كذا وكذا وعلمنا. لأن بعض أهل العلم، وهذه إن شاء الله أنك تستفيد منها بإذن الله تبارك وتعالى، من أدنى طلاب الشيخ سالم، بعض أهل العلم يقول أقوال محتملة تفسرها أقوال أخرى في مواضع أخرى، فتحمل هذه الأقوال المجملة المحتملة، طيب، على الأقوال المفصلة في مواضع، مثل الشوكاني، أنا ذكرت في شريط سابق، مثل الشوكاني، مثل البغوي، مثل ابن كثير، يعني تكلموا في بعض الصفات، ولكن ما عدهم العلماء أنهم من أهل الكلام، وإنما أخذوا بكلامهم الآخر فحملوا هذا الكلام على الكلام الآخر. ائتني بكلام طيب واضح، طيب ما في كلام معارض آخر للشيخ بن باز بن عثيمين والفوزان والشيخ العباد، علمانا عموما، شيخ الحيدان، علمانا الذين نعرف. طيب وننتظر منك الجواب، وأما غير هؤلاء فسميهم لنا حتى نعرف منهجك، سلمهم لنا. ونبيك بعد تسمينا علماء السلاطين، لا تنسى، ها، تسمي علماء الآخرة كما تدعي، وعلماء الدنيا كما تدعي، سميهم لنا، جيب لنا 5 أسماء 6 أسماء لما نعرف، عشان نعرف منهجك، عشان يعرف الناس من أنت. والله الكلام كثير، الكلام فعلا كثير. مسألة الإنكار على الحاكم علنا، هذه مسألة أصلا لو أنه فقط ضغط على نفسه شوي وقرأ في سير أعلام النبلاء للذهبي، طيب، لعلم أن هذه المسألة أصلا محل نزاع عند العلماء، هل تنكر على الحاكم علنا أم لا. الأكثر علنا، طبعا مو في وجهه، يعني يتكلم قدام الناس، الأكثر، أما في وجهه جاءت نصوص عن البعض كذلك، عن البعض وهم القلة، الأكثر على عدم الجواز. يعني الأكثر هذول علماء السلطان صاروا، والقلة هؤلاء هم علماء الآخرة. تريد أن تعرف من الأكثر؟ الأكثر يدخل فيهم علماء نفع الله بهم الإسلام. أرجع لسير العلماء، سير أعلام العلماء للذهبي، الأكثر كانوا الزهري كان بعض المحدثين يضحك ويقول شرطي بني أمية، ها، الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، إمام المحدثين الذي ترى كل ما بعده عال عليه، كان يقال فيه ذلك. عندك كلام في الزهري علمنا، لعل عندك ما لا نعلم. فإذن هي مسألة نزاع، لماذا تفسق من خالفك وتكفر من خالفك، وأن من خالفك عالم السلطان، وأن من خالفك يريد الدنيا واشترى دنياه بآخرته؟ والله كلام، جرأة على الله، الحمد لله الذي عافانا. هناك نصوص كثيرة في طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، لكن ما يلزم أنه إذا عصى الله نخرج عليه في غير معصية الله. غير معصية الله، أرجع للشروح، أتمنى أنك ترجع للشروح، أتمنى أنك تحرك نفسك فقط، أنه إذا أمرك بمعصية لا طاعة له، مو يلزم من أنك ما تطيع أنك تخرج عليه، مو يلزم أنك ما تطيع تروح تقتله، مو يلزم أنك ما تطيع تؤلب الناس عليه،
وتحرك القلوب علي ما أطيعه. قال لي ازني، أقول له لا ما ازني ما أفعل. قال لي اسرق، أقول له ما اسرق. هذه إنما الطاعة بالمعروف. لذلك أمير السرية لما أشعل النار وقال لمن معه اقتحموها ورفضوا، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو كما قال، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن كان هذا الحديث، أنا ما أذكر مكان هذا الحديث، وهذا من قلة علمي، أنا مثل ما قلت لك. طيب، قال ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال إنما الطاعة بالمعروف. طيب بالمعروف، المعروف إيش؟ إذا أطاع الله، وإذا حكم في المباح، إذا حكم في المباح، مثل ما هذه القوانين، قوانين المرور وغير هذه القوانين. يقول من أقواله، هذه أختم فيها، أن عالم السلطان يقول يجب عليكم أن تداوموا ولو أخذ معاشكم. يريد الشيخ سالم طويل، طبعا أن الشيخ سالم طويل أو غير الشيخ سالم طويل، أنا ما سمعت من سالم، لكن هو كل دندنت على الشيخ سالم طويل. يقول يجب، يعني أن سالم طويل أو غير سالم، أنا أتوقع أن الشيخ سالم طويل، أنه يجب عليكم أن تداوموا ولو أخذ معاشكم. من قال ذلك عنده هو عالم سلطان، عشان تعرفون الفقه الكبير عند هذا الرجل. من قال ذلك هو عالم سلطان. ثم يقول يهرف بما لا يعرف، هذه دندن عليها كثير في بعض المقاطع. ثم قال وأنه، يعني من قال ذلك يدل على فسقه، وأنه رجل فاسق، أنه رجل فاسق، فسقه وأنه رجل فاسق. من قال أنه يجب على الموظف أن يداوم ما دام الحاكم قال له داوم ومالك راتب، إذا أفتى بذلك قال هذا رجل فاسق، هذا رجل فاسق ودليل على فسقه. فنقول أيها العالم النحرير و ليس دعاء على كل علمك معاذ الله، لأن بعض العلم عندك في قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، نقول نحر الله هذا العلم أيها العالم النحرير، نحر الله هذا العلم الذي تدعيه أنت في بعض أو كثير من مقاطعك. إن هذا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني إيش؟ ما توافقون، لأن أكيد فيها شيء، دام في إنكار إذن هي أمور سيئة. فقال ابن مسعود كيف تأمر، أي كيف تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وليسمع غيرك، قال تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألوا الله الذي لكم. تعرف شنو معنى أثرة؟ تعرف شنو معنى أثرة؟ يعني إيثار، يؤثر المال، يعني إيثار المال لنفسه ولمن يحب، ويمنع المال عن غيره. مع ذلك هذا دليل على ظلمه، واضح دليل على ظلمه. لذلك ابن مسعود قال إذا وجدنا هذا ماذا نفعل؟ قال أدوا الذي عليكم، أدوا الذي عليكم واسألوا الله. ما قال اسألوهم، ما قال اخرجوا عليهم، ما قال ألبوا الناس عليهم، علماء السلاطين، علماء الحكام، الحكام الفسقة الفجر الكفار، وكفرت على شيوخ الإمارات وأنزلت الآية على شيوخ الإمارات، وإن لم تقلها صراحة ولكن قلتها بدليل الآية التي ذكرت، الآية التي ذكرت. قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أو وتسألون الله الذي لكم. وهناك أحاديث كثيرة
أتمنى من الجمهور أنهم يراجعونها، حديث السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. الإمام، إمام الدولة أو الدول، الأصل أن يجتمع الناس حوله حتى لا تكون الفرقة. متى ما كانت الفرقة كان الشر، كان الشر. وليس هذا لأن أمير الدولة أو الإمام أو الحاكم معصوم وأنه لا يخطئ، بل يخطئ حال حال غيره. يا أخواني، يا أخواني، أنا عندي 8 من العيال، 8 عيال أخطأ خطأ ما يعلم به إلا الله عز وجل بينهم. مرة أرضي هذا، مرة أغضب هذا، مرة أعدل، مرة أظلم. رجل تحت يده ملايين، ملايين الناس سواء مواطنين أو وافدين، تبيه يعدل على وتيرة واحدة؟ نتمنى. وين نجد هذا؟ هذا في عصر الخلفاء الراشدين، هذا في عصر الخلفاء. إحنا ما إحنا في عصر الخلفاء، الزمن غير الزمن والناس غير الناس. ما تجد هذا. إحنا نسألك أنت الآن، نسألك يا دكتور، يا دكتور، نسألك من ولي أمرك الشرعي؟ أتمنى أن تجيب هذا الجواب، أتمنى أن تجيب هذا الجواب. هذا شوف ثاني مرة أسألك في ختام هذا التسجيل، من ولي أمرك الشرعي حتى نعرف من أنت؟ والسؤال الثاني، من هم، سميهم لنا، علماء الآخرة وعلماء الدنيا، علماء السلطان؟ نتمنى نجد الجواب، نتمنى نجد الجواب. أعتذر جدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ويغفر لك وسائر المسلمين، وأن يجعل هذه الكلمة حجة لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومثل ما قلت، الشيخ سالم الطويل له أخطاء، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذاك محمد اللي ما عنده أخطاء، أولئك الرسل اللي ما عندهم أخطاء. إحنا كلنا بشر نصيب ونخطئ، والحكم على الغالب، الحكم للغالب، لمن كانت حسناته أكثر من سيئاته، هذا الحكم، هذه العدالة. أما يسلم منك الفساق والراقصين، الفساق والراقصون يسلمون منك ومن لسانك، ولا يسلم منك رجل يعلم التوحيد، يعلم العقيدة، يدافع عن دين الله عز وجل. وهذا ليس لك فقط، ولغيرك، لمن يتكلم بالشيخ سالم، ولمن يتكلم بالشيخ سالم وغيره. تكلموا عن أخطاء، وجهوا، توجه بها ونعمت، ما توجه خلاص أنت أديت اللي عليك. وأنا يعني يمكن تقول مثل ما قلت للأخ اللي كلمني، ليش ما اتصلت علي؟ أول شيء أنا ما أعرفك ولا أعرف تليفون، أصلا ما أعرف أنت وين تسكن أصلا. لكن لما سمعت هذا الكلام ونقل لي أحد الأخوة كلامك، تعجبت، والله تعجبت على صلاطة لسانك وجرأتك على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولك الهداية، والحمد لله رب العالمين.